ويلكم، بينفني اهلا وسهلا بيك. طياره فيها 6 مراوح. ده رقم الكنترول بتاعها مبدئيا يعني. دي انا خدتها على البيع يعني من الاخر، لان هي حجرتها فاضيه، انا موصل لها كهرباء، موصل لها ترانس، الحجاره بتاعتها فاضيه، انا موصل لها كهرباء، والريموت كنترول واضح ان حجرته فاضيه كمان، فانا خدتها كده على البيع يعني. بس هي عجبتني ان هي ست مراوح، قلت اوريكم طياره 6 مراوح شكلها ايه. يعني وقف كده اهي 6 مراوح. انا هغير لها الحجاره يعني، لو لقيت حجاره عندي برضه هغير حجاره الحجاره ده قصته ايه، واعمل لكم فيديو ونطيرها مع بعض. ما اعتقدش ان هي هتبعد بعيد قوي يعني، هي كلها قد كده، بس 6 مراوح ده حاجه جميله يعني، ظريفه انها 6 مراوح. حجمها صغير جدا يعني، حجمها صغير صغير، 6 مراوح، 6 مراوح لكل ده، للحجم ده. اوكي، انا قلت اشارككم بس الفيديو يعني. اشكركم مره ثانيه.